يعني أبي كل شيء صار معه بسببي؟ أنا مستحيل سامح حالي. طولي بالك، أبوك أكيد ما بيعرف شو صاير معك. أنا لازم أشوفه، لازم يعرف الحقيقة، لازم يعرف إنه أنا بريئة. بإذن الله بنجتمع معه بنعرف كل شيء. أنت هلا طولي بالك وكل شيء بينحل. والله وراعت عليك يا تاج الدين. وعدتك فخري، وعدتك انت ام منه، واملاكه كلها تصير باسمي. الله ما طلعتي قد وقدود. تعرف فخري، انا في شغله ما حكيت لك اياها. شو هي؟ هذا يا سيدي من زمان انا كنت حبه لتاج الدين. يمكن هي اول مره بحكيها قدامك. حاولت اني اتقرب منه بس هديك الايام رفضني وراح اتجوز وحده تانيه معتره وشحاده وفقيره. بس على حد علمي انه مرته لتاج الدين توفيت على بكير، اجاها الهوى الاصفر. انتي ليش ما رجعتي لعنده؟ ليش ما حكيتي؟ الحقيقه انا ما حاولت اني اتقرب منه بهديك الفتره، كانت بنته صغيره. قلت لحالي بستناها لحتى تكبر وبرجع بحاول معه مرة تانية. ومثل ما بتعرف لما رحت لعنده شو عمل؟ الله يعمي على قلبه. في حدا بيرفس النعمة هيك؟ يلا أحم. يلا يلا يلا. أهلين أخي، تفضل. بسم الله ما شاء الله. لا لا، اليوم وردة ومنورة وحليانة كمان. نور، والله في شغلة بدي اقول لك اياها، بس والله ما بعرف شو بقول لك. هيك مخربط كلي على بعضي، ما عم تطلع معي. احكي خير، شو صاير معك؟ انا بحبك وبدي اياكي على سنة الله ورسوله تتجوزيني. يعني بصراحة أنا إذا فكرت إني أتجوز ما حلاقي شب أحسن منك وأحسن من أخلاقك وطيبة قلبك. لا تكملي، معك حق ما تقبلي. وحدة بجمالك انت تاجر كبير بالسوق، اكيد ما رح تاخذ واحد عتال مثلي. شو عم تحكي انت؟ اعوذ بالله، الشغل بعمره ما كان عيب. على الاقل انت بتطلع لقمتك بالحلال، بس بصراحه انا ماني جاهزه. يعني قصدي اقول لك انه مو قبل ما ارجع اشوف ابي. ان شاء الله يا رب. الله يجمعك بابوك بأقرب وقت. بس بعدها اذا بتقبلي بوعدك وحد رجال انك تكوني اسعد انسانه بالكون. والله العظيم اذا بتطلبي لبن العصفور لجيب لك اياه. ان شاء الله بيصير خير. الي عندك طلب صغير. ولو لك انت بتأمري امر. جاي على بالي مربى المشمش. يعني ما بعرف، انا يمكن ورثاني هالقصه من امي الله يرحمها، بس كانت دائما تقول له لابي بدنا مربى المشمش، وأنه مشمش حزيران أطيب من المي للعطشان. مشمش حزيران أطيب من المي للعطشان. حلوة يا مو تكرم عينك، لح روح أجيب لك أحلى مطربان مشمش تازة ومن معمله. سلم إيديك يا رب. الله يسلمك. كم نور الهدى عندي؟ لك إن شاء الله بعيش والإيدين. الله يسلمك يا عيني، لك ابني يرضى عليك. ليش ما شكلتهم؟ كنت اخذ لك واحد مشموش، واحد تين، واحد باذنجان. معك حق، بس الله وكيلك اللي وصلتني، وصلتني على المشمش حصرة. قال شو؟ قال مشمش حزيران اطيب من المي للعطشان. من وين سمعت هالحكي هاد؟ عدم المؤاخذة يا عم، يعني انت ليش عم تسأل؟ لأنه مرتي الله يرحمها كانت تقول هالكلام هاد، ولما توفت صارت بنتي تقوله.
بنتك شو اسمها؟ اسمها نور الهدى، تعرفها؟ يعني انت المعلم تاج الدين؟ اي نعم، انا هو. وينها؟ تعرفها؟ بنتك عندي وبالحفظ والصوم باذن الله. خذني لعندها الله يخليك. امشي عم على الطريق بحكي لك كل شيء. يلا عمي يلا. هلا انت متأكدة من الحكي اللي عم تحكي؟ معلوم متأكدة معلمتي، انا بعيوني شفتها وهي ماشية مع اختها لكامل العتال وفايتة على بيتهم. ايوه طيب اسمعي، تحملي حالك بتروحي على الحارة تندهي لي لفخري يكون عندي على الحارك. فورا بأمرك. انا هيك لكان يا نور الهدى، والله مالك سهلة. والله نظمية، هاي نور وصارت هون، خلصينا، لا تشطي وتمطي بالقصة. أهلين يا نور. هيك يا منظومة، هيك بتتركينا وبتمشي؟ والله نحن حبيناكي بس شكلك ما حبيتينا. هيك حملتي حالك ومشيتي لأحملها دستور يا بنته لتاج الدين، الله يسامحك. خدوهم، خلوا الشباب يربطوهم نزلوهم على أبو. يلا يلا الله على عيلكم. ديري بالك على نور، هي من حصتي. ها لك إن شاء الله بيقبشني المئزي أنا شو